كوادو المحترف الغاني في صف، عادت من جديد ريتشارد كوادو الغاني بالقوة البدنية، باين بأنها مباراة كبيرة وتستحق أن تكون كلاسيكو. يا ريتشارد، ريتشارد يضرب صاروخ وتجد بن عامر رقم 2 وحدة ريتشارد دور لي علي يوسف. تشكيلة الأهلي هي 3-5-2 وتتغير نوعا ما من الهجوم إلى الدفاع. وحدة بالرأس نوار، التشتيت علي يوسف، علي مرة أولى، ريتشارد في وسط الميدان، ريتشارد يراوغ يلعبها على أقصى اليمين، كنترول ريتشارد، يمشي علي يوسف. الألوان باين بأنها مباراة كبيرة وتستحق أن تكون كلاسيكو. يا ريتشارد، ريتشارد يضرب صاروخ وتجد جول كيبر وتستطيع الرؤية من عبد الرحمن الزكبرني. يا سلام، هذه الإعادة، ريتشارد يفاجئ الجميع بما فيهم أنت يا حسام. شوف الجول وتسديده فوق، ولكن لن تدخل بسهولة على عبد الرحمن، يبعدها من المرمى. يا ريتشارد وهيب بن سليمان، ريتشارد يعني على ريتشارد والصفير الحكمي، ريتشارد وادو المحترف الغالي في صفوف فريق الاهلي، لاعب خط الوسط، واحدة تاتش واحدة مراوغة، وتدخل علي رزق مهاجم فريق الدعم، تحضير للكورة إلى مسافة أهلاوية، سويد ترتوش، ريتشارد بوادو يعود فيها لبن عقا جماهيره دائما ما توازره وتؤيده في ملاعبه وخارج ملاعبه. علي رزق يحاول تدخل وفاول، علي سليمان يطلب تهدئة واضح من النادي، يبدو أنه سيكتفي بالنظر ثاني فاول على علي رزق. الأهلي بوجود جمهوره وكذلك الأنوار في مدينة الثانية بنغازي، يلعب الداروني محمد، يمشي بني علي صار، هنالك عرضية واحد مع واحد، واحدة واثنين، فاضل سلامة، يلعبها ريتشارد العرضية، من يقابل؟ يمشي سريب، واحدة علي، يلعب ريتشارد، أقرب إليك الداروني، يفضل إلى طاب عامر، أقرب ريتشارد، نعم يفضل ريتشارد. الاهلي لم يجد الحو التسلل، يلعب الكوره بشكل سريع، خاطئه، سرعان ما يفقد الكوره عناصر فريق الانوار، ريتشارد يمر بشكل سريع، روغ الثاني الكوره على طريقه عرضيه انيمبا براسيل حمادي جد الله، وهذه الكوره وين؟ والعرضيه عادت من جديد ريتشارد ودور غالي بالقوة البدنية، هذه بنية من ترهوني، واحدة تتش على اليمين، العرضية تعلق وتصدي لرضوان، وتعلق وتصدي لمراد الحيشي، علي رزق، ريتشارد يلعب الأمام علي صار عن بكبك، سيصلها بكبك، سيصلها بكبك، يلعب البينية ولكن إلى هارونا، إلى علي، علي رزق، إلى بن يحيى، يدخل لسهيل، لعب بكبك، حسب الترهوني، ريتشارد يتركها لسهيل، سهيل إلى ريتشارد، ذكية من ريتشارد، زكريا واحدة سبوكا، سيما هارونا، صانع ألعاب وشعبان حسين كراس حربة، الأول من رواية والثاني من فروسي، وصاحب الأرض أيضا بمحترفين، أمامنا ريتشارد بوادو الغالي، كرات وتسجيلات علي رزق يراوغ يطول الوقت المناسب في المكان المناسب، الله
الأحمر لكاك الكرة من جانب عزو بنينة وريتشارد يقدم أداء بن عامر زكريا يلعب ريتشارد في وسط الميدان في الجهة اليسرى إلى محمد التنوني باس لريتشارد ريتشارد يسلم كورته على اليمين بين اللاعبين ولكن ريتشارد يتفوق كما قلت لأن فريق الأنوار هو صاحب الأرض يلعبها معاذ الشيخي ريتشارد يتدخل بويلة هي في الرأس هي سوايف بن سليمان كرة ريتشارد واحدة واثنين رايعة الكرة الأولية المنصوري يلعب الكرة واحدة ريتشارد يدور في وسط الميدان ريتشا يخسرها ريتشارد يلعبها لزكريا منصوري زكريا لريتشارد ريتشارد واحدة بينية عادة الكرة أهلوية تكتك العربية سيد خالد سنان مرة ثلاثة خلف الدقية التشكيلة عاد تبديل وحيد في صفوف التعاون كان تبديل اضطراري خروج هيثم بانا ودخول سميد الصفراني كرة عند ريتشارد بواتو ريتشارد بواتو إلى سهيب الشكشوك بن سليمان يكمل معاها وصل أسامة بواتو أسامة صريح ظفر التعاون للأفلام ستحسب كل أندية المجموعة ألف حساب التعاون قبل واجه هذا الفريق بورقيقة ريتشارد يلعبها ذكية إلى الكعب والإبعاد بالدفاعات التعاون ريتشارد بواتاو يسلمها لمصر وافد الجديد الأنوار هذه المرة التعاون كيف سيكون التعامل يمتكها ريتشارد بواتاو يسلمها يختار ريتشارد يلعب الكرة البينية ريتشارد تعالي لزكريا المنصور يخسرها لا تعود إلى ريتشارد لف ودار ريتشارد يلعب الكرة ونشاهد ونستمتع بالتسعين دقيقة يبدأ دائما بالعادة المعتادة وهي تعطير الفم بالصلاة على شفيع الكرة أربعة يوسف ستة وسام أسري 13 أحمد فكرون 25 ريتشارد 14 استحواذ علاوي في البدايات وسط الميدان واحدة واثنين يمشي ريتشارد ريتشارد يتحصل على خطأ هدفين وآخر لقاء كذلك انت في خمس أهداف مقابل هدفين في ظل الخطر قائم وممكن نشوف مرتدة ولكن بالقوة والجريتا التدخل خطير وهنا انفراد اكسل مع أحمد عياد اكسل والثاني ثاني الله سليمان يحتفظ على كورتا بشكل رائع يمشي ريتشارد يلعب إلى أتي لبعاد من جانب أسامة سريج الكرة تعلو ساد تعلو روما وتجد مجيري الأهلي يلعب الكرة الساهلة يستغلها محمد اللتروني حسين طقطق يا سلام جملة تكتيكية ولا أروع ولا أجمل وكرة يا ريتشارد ريتشارد يلعب كرة هل هي ركنية؟ نعم ركنية يشير إليها حكم المباراة لقطة الإعادة لمست أحد المدافعين ولكن راسية محمد عمر هي التي متوفرة دائما في دفاعات فريق إلى ريتشارد بالرأس الكرة تروني
الواسع والمهاجم كوفي الضغط على حامل الكرة سالم روما ولا مركزية في الأهلي تغيير الجهات ولعب الكرة بشكل رائع هل هي تسلل؟ نعم تسلل الكرة لأحمد علي نعود إلى أجواء المباراة في وسط الملعب الكنترول وحدة وثنين ألوية رائعة لتروني محمد يستمر في المحاصر من جانب مصعب الكيلاني أسامة صريف بالمستقبل كندا يدور إلى ريتشارد دور الكرة لحارس المرمى انخفض رتم المباراة تدريجيا وحدة تروني ريتشارد يدخل على الجهة اليسرى ريتشارد يلعب أيضا حسوني حسوني بدر بدر حسوني بدر كل شيء ونتساءل عن الطرد الأخير من جانب الكابتن أشرف عمر واحدة لمحمد فتحي الآن مانديلا وطالت الكرة عن نقاش مراد إلى الشريط مرة أخرى يلعب يا ريتشارد إلى مراد لحيشي سويف يلعب البنية رائعة ولكن على رامي ركلة المرمى عبر شاشة رياضية رافع الحوثي يشير إلى 4 دقائق كوقت بدل ضايع هي الخبرة والفكرة للتونسي يعني استفاد هي مواجهة تونسية أولاد الحومة اليوم يتقابلوا لسعد الدريدي مع أنيس الباز دور كورة رايحة السويف وحدة لأسامة صريت ريتشارد في وسط الميدان 25 يدور كورة علي وصفاس ويبعد الكورة جمعة برقيقة ريتشارد في وسط الميدان في أول مجف أوسال الكورة عند جمعة برقيقة من البدايات هي مباراة مولعة من البداية هي مباراة صعبة على كلا الفريقين أجمى بأجمى كورة بكورة فاضل سلامة واحد مع واحد فاضل مع يونس فرج سلامة يلعب إلى ريتشارد باس ريتشا لانتهاء الشوط الأول بالتفوق الأهلاوي وحدة كرة تروني باس إلى ريتشارد يلعبها بينية سالم روما لدريدي متفوق في شوط أول على دولي صالح أحمد فكرون يلعب ويعود بالكرة لريتشارد يلف ريتشارد ويدور بينية هذه صعب يا منصوري هذه صعبة على دفاعات فريق التحدي أو صعبة على مسؤوليتي الفيديو الذي انتشر وهو نقاش كان بينفذ وسيسجل على مسؤوليتي ونعم كان مراد محقا وسجل إكسل وكانت على مسؤولية هذا الكابتن هنا يؤكد مراد وصراع مع سويف بن سليمان الكرة حائرة تجد ريتشارد يلعبها في وسط الملعب ريتشارد يموه يخسرها زكريا يعود ويصلح سويف بن سليمان يلعب كورة على اليسار الصادق التوج بالراس ريتشارد في البداية وأهميته فرج يونس أو يونس فرج يستعرض وبالقوة والجرينتا وفي صراع وسط الملعب من من جمهور الأهلي ما يعرف شعري ذكر سعد البرداح وراسي تريا الموك هذا الثنائي نعم غادروا من أدنى أحضان وقفازات الجقمان بالرأس أو علي يوسف في كل مكان تجد علي يوسف يدافع لحماية عارض الأخضر فيما عنصر شاب يتواجد في دكة البدلاء خاض أول ديربي وفرج فكرون ثمار المنافسة كان من عمار أنس الورفلي ارتكاك الكورة كان من جانب ريتشارد من أول لمسة فريد أنكوما يدور في وسط الميدان يلعب صادق التوج الكورة خاصة يلعب بينية علي يوسف يبعد الكورة إلى ريتشارد يلعب كورة على اليسار
دور اللعب يلعب الى سويد بن سليمان في الدائرة وفي الوسط يلعب ريتشارد على اليسار ضروري الى بن سليمان ريتشارد في وسط الميدان يلعب كرة عالية اتجاه فكرون كرة بروس وجول الثاني نعود الى اجواء المباراة مرة اخرى الكنترول الى ريتشارد يلعب من جانب عناصر فريق الاهلي هو ريتشارد يلعب مع اكسيا هل تعلم كان يرتدي اسطوره حيه متواجده في دكه البدلاء تدعى اوريس خير يلقبونه بالشري فصادق توس يتدخل في الوقت المناسب يلعب الكوره الى انجوما او شواو ريتشارد يتفوق علي يوسف دور في وسط الميدان يا ريتشارد يسلم حسين طقطق شوف الكريتا والقوة ولا وجود إلى خطأ سويب تسديد مقطوعة بجانب طقطق حسين يلعب سويب بن سليمان وريتشارد يتفوق ويتحصل على خطأ عبد الرحمن الشباني يلعب كورة عبد الرحمن ريتشارد في كل الطلحة يحاول الإبعاد وهنا ريتشارد يلعب كان ونس خير سبعة الحية يا زكريا المنصوري ماتت بعد ونس خير السبعة وجمهور الأهلي يريدون حينتا تبعد الكرة والتغطية الدفاعية الرائعة أسامة مصري كنترول عمر بخريس عمر بخريس لا يزال يصارع ريتشارد يتفوق يلعب الكرة على الجهة يفضل أحمد سمير السهلة ريتشارد يلعب الكرة الطويلة عرضية بالرأس أحمد فكرون إلى ريتشارد يلعب أحمد سمير محمد كرة بالجملة مفقودة من كلا الفريقين يمشي ريتشارد ريتشارد وحده من دون مناصر ريتشارد مع لاعبين من فريق التحدي مع البراوي